الحفل كان مخصصا لأبناء جالية العربية في أراب في أمريكا اللاتينية بمناسبة انعقاد مؤتمرهم الاستثنائي في دمشق. الواقع أنهم كانوا متأثرين جدا ويعني متفاعلين مع الموسيقى، هذا جزء من تراثهم في وطنهم الأم. ربما ابتعدوا عن هذا الوطن جسدا، ولكنهم حتما لم يبتعدوا عنه لا في ثقافتهم ولا في انتمائهم العاطفي على الأقل. الهجر كوي.